مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. هذه الليلة الأحوال المتوقعة في المملكة أجواء باردة وغائمة وماطرة، زخات تكون غزيرة من المطر أحيانا، تسبب سيول وفيضانات خاصة في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب المياه، ودرجات الحرارة متدنية. درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عمان 5 درجات مئوية، وأجواء باردة وغائمة في عمان. أحوال جوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، تستمر الأجواء أو تستمر المملكة تتأثر في المنخفض الجوي والكتل الهوائي الباردة الرطبة المصاحبة له، لذلك بيستمر الجو يوم الجمعة بارد غائم ماطر على فترات، لكن الأمطار يوم الجمعة بتكون أخف غزارة وأخف شدة مما حدثت أو من الأمطار التي سقطت نهار هذا اليوم، والعظمى المتوقعة في عمان بحدود 9 درجات مئوية. يوم الجمعة ليلا أجواء باردة ونسبة الرطوبة مرتفعة، يتشكل الضباب، يتدنى مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح. يوم السبت أيضا أجواء باردة غائمة جزئيا، سقوط أمطار متفرقة بين الحين والآخر، درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عمان 10 درجات مئوية، والأجواء أثناء الليل باردة نسبيا، والحرارة الصغرى المتوقعة 6 درجات مئوية. يوم الأحد أجواء أيضا باردة وغائمة جزئيا، درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عمان 10 درجات مئوية، والصغرى المتوقعة ليلا 6 درجات مئوية. نصائح للأحوال الجوية السائدة أو من في هذا اليوم، أول شيء نحذر من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه خاصة في الأماكن المنخفضة، أيضا خطر الانزلاق على الطرقات نتيجة غزارة الأمطار، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض. ملخص الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة، أول شيء استمرار الأمطار الغزيرة هذه الليلة وصباح الغد، وتشكل وتسبب حدوث السيول وبعض الفيضانات وارتفاع منسوب المياه. أيضا درجات الحرارة متدنية بشكل لافت للنظر، وأقل درجات الحرارة راح تكون أقل من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة، على الأقل ما بين 5 إلى 7 درجات مئوية، لكن هناك تراجع للمنخفض الجوي ابتداء من عصر يوم الجمعة، لكن بعد عصر يوم الجمعة تبقى المملكة تحت تأثير رياح غربية رطبة، مما بيجعل الجو أنه يستمر بارد وغائم جزئي إلى غائم غالبا، مع سقوط أمطار متفرقة بين الحين والآخر خاصة عصر يوم الجمعة وليلة الجمعة للسبت، وأيضا يوم السبت والأحد. أعزائي المشاهدين، من طقس العرب نحييكم وإلى اللقاء.